لكن على منهج ملك وكتابه وعلى مناقشاتنا دايما مع الزملاء في كل البرامج. احنا بنبقى معنيين بالصوره ومعنيين بالحقيقه ومعنيين بالموضوعيه. الكابتن والزميل العزيز سيف زاهر في اون تايم سبورتس كان له تعليق على اداء ملك وكتابه فيما يخصه هو شخصيا، وزي ما قلنا الاحترام هو الفضيله الغائبه اللي دايما وابدا بنطالب بيها في اعلامنا الرياضي وفي كل ملاعبنا. نشوف الكابتن سيف زاهر. الاستاذ ابراهيم المنيسي والكابتن عادل القيعي وجهوا لي رساله في النجم وبقول لهم كل الشكر وكل التحيه. واحد دلوقتي بيتفرج يقول لي يا عم الراجل انتقدك، طلع تقول لي بوجه له الشكر. عارف ليه بوجه له الشكر؟ الاستاذ ابراهيم المنيسي طلع وقال لي بالحرف، اذاع الفيديو ليا وقال لي حمدي فتحي يا سيف مش للبيع، ومفيش تعاون مع بيراميدز، ومفيش صلح مع بيراميدز، وموضوع حمدي مقفول، والاهلي قفل على فرقته. تعظيم تعظيم سلام. بالنسبة لي الأستاذ إبراهيم والمهندس عدلي القعي مصادر موثوق منها لأن هم يمثلوا إعلام النادي الأهلي، فخلاص. حتى ما أنا قلت الدخول، حتى ما قلت الدخول من الباب قال لي لا 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 مفيش دخول من الباب يا سيف. اتفرجت على الفيديو كويس جملة جملة، تعظيم سلام. أنا قلت وجهة نظري إن في عرض ممكن دي تكون مبادرة، قال لي لا مفيش مبادرات. خلاص من هنا ورايح عندي في البرنامج أنا خدت الرد رسمي وهرده على طول، مفيش مبادرات، مفيش شراء، مفيش بيع، تمام. شفت الدنيا بسيطة وسهلة ازاي؟ المهندس عادل القعي بقى رد رد عجبني جدا. بقول لكم عشان ليه انا بقول دايما لما اجي اقول تعليق عنهم اقول ان هم قامات كبيرة. على فكرة بنختلف كتير وبنتفق كتير، وعندهم ميزة شديدة جدا بتعجبني ان بيعرضوا لي فيديوهات كويسة وفيديوهات وحشة، فعارف انهم متابعيني. في ناس كده ايه؟ كل في اي مشكلة تلاقيهم طالعين، طالعين كده تحت الترابيزة، اطلع سيف زاهر قال جمله كده اطلع عليه. فبتكلم على الاستاذ ابراهيم منيسي صحفي كبير مهندس عادل القعي، احيانا فيديوهات بص سيف بيقول لي بص هنا سيف بيشيد ازاي، وده شرف ليا ولهم كل الشكر. مهندس عادل القعي رد قال له يعني حمدي فتحي جاله عرض؟ قال له قال له خلاص عشان الناس في الزمالك ما تقعدش تقول لك ايه لاعبتنا بس اللي بيجي لها عروض، ادي كمان واحد بيجي له عرض. سلام عليكم وعليكم السلام. بس هو ده هو ده، مفيش حاجه خالص. هو زي بالظبط زي ما الزملكاوي بيقولوا بالظبط، كل يوم تطلع لنا انت ولا غيرك بثلاث اربع عقود لعقود الزمالك. هي مصر ما فيهاش غير لعيبه الزمالك؟ لا فيها لعيبه الاهلي. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ حتى لو بالانتقاد، حتى لو بالانتقاد بس باحترام، عشان كده بطلع شيب بالناس. طيب احنا ليه انا كنت عايزك يعني احنا الوقت بيداهمنا ما بنقولش كل اللي عندنا. للاسف يعني مخنوقين شويه. لكن كنت عايز الفيديو ده مش عشان الراجل بيشيد بينا، انما عشان بنوضح ان الخلاف مع المكتوب مش مع الكاتب. هذا نموذج والراجل تلقاها بهذا الاسلوب، قال لك لما بعمل حاجه بيتفقوا عليها وبيشيدوا بيا وبينتقدوني، ولما بيجيبوا حاجه بيجيبوها موثقه ومدعومه بالدليل. انا المنهجيه دي لما توصل للزملاء خلاص مش هتتشخصن الامور بيننا ابدا. بالظبط. وقال الجمله الثالثه ان احنا بنتعامل باحترام وهذا حق الجميع علينا. صحيح. نتعامل معهم باحترام وحقنا على الجميع ان نلقى هذا الاحترام. صحيح. ايه رايك؟ وفي فكره كمان، ادي جت عروض للنادي الاهلي، احنا قلنا بيراميدز عنده حاله تربص بالنادي الاهلي، كل شويه اخبار بتتسرب عن عروض للنادي الاهلي، معني جدا ومركز في النادي الاهلي، ده كلام قالوا الزميل الاستاذ سيف زاهر وقلناه وهنفضل نقوله وهنفضل نحذر منه، لانه في النهايه مؤكد ان احنا ننشد الاستقرار للجميع.